بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل وياكم باقي التصميمات اللي سويناها باستخدام برنامج الباوربوينت. خلنا نعيد هنا من البداية. هذا كان التصميم الأول وعرضته على حضراتكم، وهذا التصميم الثاني أيضا عرضته، وهذا تصميم الدرج، هذا التصميم أيضا الآخر، وهذا التصميم الأخير كان بذاك الفيديو. اليوم صممنا شيء جديد اللي هو هذا اللي تلاحظوه أمامكم. هنا ممكن نخلي عنوان، وهنا نخلي التفاصيل، وهاي تظل تفتر بهالشكل، هذا يطلع العنوان الثاني ونضيف تفاصيله، وأيضا تفتر هاي الدائرة تطلع وتقدر تضيف أي تفاصيل هنا عن أي موضوع. هذا التصميم الجديد اللطيف أيضا سويناه رائع، عبارة عن ظرف ممكن من نضغط انتر بهالشكل هذا ينفتح الظرف وتطلع الرسالة بهالشكل هذا. هذا التصميم الآخر أيضا واحد ممكن هنا يخلي عنوان ويتكلم عنه، وهنا أيضا عنوان بهالشكل هذا صار، هذا عنوان آخر، أي كتاب ممكن يكتبها وينفذ هذا الشكل، تطيف أشياء جميلة بالباوربوينت. وهذا التصميم الأخير اللي صممناه اليوم هو عبارة عن شارع بهالشكل هذا، وهذا يفيد طبعا الباحثين من يتكلم نظرة تاريخية عن مشروعه، يقدر يقول مثلا بال2015 يخلي هنا تيكست يكتب عن السووا الباحثين عن الموضوع اللي هو اشتغل عليه، وهنا بسنة مثلا 2016 أيضا ينضاف تيكست، 2017 2018 2019، وأي سنين ممكن يخليها ويضيف هنا الأشياء اللي سووها الباحثين قبل بحثه، وتطفى شكل جميل وتجذب الانتباه، وأتمنى تنال إعجابكم هذه التصميمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.